قول رد. انا متفق طبعا مع جزء كبير من كلام فارس، مع كل كلام فارس، ومتفق مع حضرتك جدا، ولكن انا طماع شويه. اطمع. انا حتى مش هسيبك تعيش الوهم وانا موجود كمان. غير مسموح. انت رزق قوي يا اخي، ده دمه تقيل قوي. غير مسموح بجد، غير مسموح ان انت تعيش الوهم في وجود النادي الاهلي. وسيبني احلم، سيبني. مفيش. لا اصلا لو سبتك تعيش الوهم هيطلع بعدك اللي يصدق ان الوهم مستحيل. يا ريت زمان. مش قادر والله. مش قادر. مش قادر. نعم. فلازم ان انا اوقف الامور في النقطه دي. ليه؟ لازم تتفوق. طبعا لازم تفوق. طبعا طبعا. انت توهم زي ما انت عاوز، بس انا في وجود النادي الاهلي صعب ان انت تتوهم حاجه انت افضل فيها من النادي الاهلي، او اكبر فيها من النادي الاهلي، لان كلمه اكبر انت بتلعب في المطلق، لان النادي الاهلي انا وجهه نظري هو تاريخ الرياضه المصريه، الرياضه المصريه من صناعه النادي الاهلي، ده مش كلام مرسل، ده كلام النادي الاهلي دفع ضريبته في بدايه عهده من البطولات. تحب نتكلم شويه عن النادي الاهلي؟ طب تمام. النادي الاهلي يا كابتن طبعا زي ما حضرتك قلت، تحب تتكلم عن النادي الاهلي؟ احنا جايين نتكلم عن النادي الاهلي. ايه تمام، وانت حضرتك جاي تتكلم عن مين؟ النادي الاهلي. اتفضل. طبعا الانشاء 1907، بس القصه مش في الانشاء، هي ايه ضريبه النادي الاهلي اللي دفعها؟ ضريبه النادي الاهلي اللي خلت اللي يتقال عليك ان انت الاكبر قلعه رياضيه في مصر من 1916. 16؟ طبعا. ده كان بقاله 7 سنين، 10 سنين، 9 سنين. ما انا ولدت كبيرا، النادي الاهلي، النادي الاهلي ولد عملاقا. فمن 1916 ايه اللي حصل؟ ايه قول لي، عايز تقطع؟ قول لي انت والله. طيب. اسمعك والله، انا مستمتع. البطولات كان في الاتحاد. اتكلمت دلوقتي انا سالت تجري شكل انا وانا اللي قلت. يا عم انا مالي يا كابتن، ده هتعلم من حضرتك طبعا حبيبي. البطولات بدات من بعد التاريخ ده، وقت الاتحاد المصري بدا 1921، لكن كان في صراع كبير جدا يقوده النادي الاهلي بشكل منفرد لتمصير كره القدم المصريه من براثن الاتحادات المختلطه. اللي حصل ان 1913 بدات اول بطوله، بطوله درانكي، وده راجل ممثل مصر في الاولمبياد. تمام. النادي الاهلي رفض يشارك في البطوله دي، شارك انديه مصريه اخرى لا داعي لذكر اسمها. بس عمل ايه النادي الاهلي؟ وقف؟ لا، عمل بطوله اسمها كاس حشمه 1914. البطوله دي لطلبه المدارس العليا للمصريين فقط لا غير. الاتحاد المختلط ما سكتش. 1916 بدا كاس السلطان حسين وفتح المجال، وهندي بعض المكافئات حتى لو فوتات للانديه المصريه. النادي الاهلي انا مش مشارك. ليه مش مشارك؟ ما انت ممكن تلعب مع انديه انجليزيه عادي. لا، انا مش مشارك لان انا مش موافق على الاداره دي، لان الاداره دي مش موجود فيها اداره مصريه. فحطوا 2 من اصل 8، الاثنين كانوا ممثلين النادي المختلط، اسمهم حسن مصطفى وابراهيم علام جهينة اللي هو سكرتير اللجنه اللي بتدير البطوله وسكرتير نادي المختلط وقتها. الاهلي قال مش مشارك. طب الاهلي مش مشارك بس، لا ده كمان دعا ان الانديه تاخد نفس القرار للانديه المصريه، ولان النادي الاهلي كبير كل الانديه المصريه بلا استثناء ايدت موقف النادي الاهلي الا نادي واحد. نعم. دايما كان ضوء شارد. بس الاهلي هقول لك برضه مع ضوء شارد ده بيعمل ايه؟ لان الاهلي كبير، والكبير بيلم مش بيعطر. النادي الاهلي في 1916 رفض. طب حصل ايه؟ قالوا خلاص يا جماعه اللجنه دي هتبقى 16 فرد، 8 مصريين و8 اجانب. النادي الاهلي وافق. دخل النادي الاهلي البطوله. ووقتها كان جعفر ولي باشا عاوز بقى يمصر كره القدم. نعم. انت بتديني فتات، انا هعمل الاتحاد المصري لكره القدم. 1921 الاتحاد المختلط يسكت؟ لا. خلى الانديه الاجنبيه تنسحب من بطوله كاس التفوق اللي هي المفترض تحل محل كاس السلطان حسين. الكلام ده مهم جدا لانه تاريخ. فالاهلي قال خلاص مش مشارك في كاس السلطان حسين، ودعا جعفر ولي باشا 1922 الانديه المصريه لعدم المشاركه. كل الانديه استجابت الا نادي واحد. حصل ايه؟ ان الاتحاد المختلط هو اللي طلب يقعد مع الاتحاد المصري لكره القدم. يا جماعه طلباتكم ايه؟ طلباتنا ان بطوله كاس سلطان حسين دي تبقى تحت امره الاتحاد المصري لكره القدم. موافقين. المكافئات هتطلع مناصفه، بعد ما كان بيبقى ليك فتات بقت مناصفه. شوف دور النادي الاهلي في التمصير، وشوف دور النادي الاهلي على مدار التاريخ في البحث دايما عن حقوق الانديه الاخرى، اللي بعد 100 سنه كان بيحصل نفس الكلام في ازمه البث، وحضرتك تتذكر ده جيدا، والنادي الاهلي خط صراع من اجل حقوق الانديه المصريه. ده النادي الاهلي، ده الصناعه المصريه، ده الرياضه المصريه. استجاب، ولكن وقتها وقت ما النادي الاهلي انسحب ب 22 كل الانديه استجابت الا الضوء الشارد. طب الضوء الشارد وصل للنهائي. يعمل ايه النادي الاهلي بعد استجابه الاتحاد المختلط؟ انا هديك 3 لعيبه من عندي، العب بيهم مباراه نهائيه. ده رب البيت الكبير للرياضه المصريه، نادي المختلط بيشارك في مباراه نهائيه صعبه، بعت له محمود مختار صقر، بعت له رياض شوقي، بعت له خليل حسني، 3 لاعبين من منتخب مصر. لعبوا المباراه النهائيه، المباراه انتهت بفوز نادي المختلط، اللي سجل الهدف الثاني في الوقت الاضافي كان لاعب النادي الاهلي مختار الكبير. هو ده النادي الاهلي يا كابتن شوبير اللي شال الرياضه المصريه على كتفه من
الاجنبيه للتمصير، ده مدار التاريخ. طب تعالى النادي الاهلي مؤثر في افريقيا، مؤثر في افريقيا، ارجع لموقف كابتن صالح سليم وهو بيغير هويه بطوله دوري ابطال افريقيا. احكي لك انا على ده، لان انا كنت يعني ايه معاصر هذه الواقعه من اولها لاخرها باعتباري شاهد على العصر او جبرتي شويه طبعا. في الاحداث الكرويه خصوصا في الثلاثينيه الاخيره.